الخواسر الصباح العيد خواسر الخواسر هذيك وعلى لبسه كي دايره شوف 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 ساميه قريوا الصباح معنا العيد خاجو صباح الخير سعيد مسكر العيد خاجو ماشي كي غني جينيريك كي بتل في الخواسر عندكم عندكم امير روالي العيد خاجو المخرج طاليس مع العيد خاجو اللي كتب واللي مثلته هو ياسمينه معنا الصباح العيد خاجو السلام العزيز مول الشكاره على عيد خاجو علي اللي هو صاحب مول الشكاره على عيد خاجو ناري ناري بشرى مديرة الإنتاج وعبد الرزاق مول الحلوى نعم كيفاش دايرين صافا كي راكم بخير صافا مرحبا شوفوا دابا رمضان كيجي كيدوزوا البرامج كاين بزاف كاين مسلسلات كاين لي سيت كوم كاين هذا ما كنبقى في الاول كتدوز العزله واش غادي خصنا نتفرجوا في الخواسر ولا لا واش غادي خصنا واش خصنا لا 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 حنا ما غنتفرجوا انا شخصيا ما غنتفرج باقي فوا يا ميسي باقي فوا ساليتو المهم نتفرجوا اقول لكم كل شيء انا متلت معكم دوز ايبيزود اي فرحت هو كتسمع كنا خصنا صور واحد ياك تستخدم صور جوج جوج و لومبيونس كانت واعره اي لومبيونس راك عارف انت يا سامي باش كتكون لومبيونس واعره في التورناج يعني البرودوي مزيان مور مزيان دونك الخواسر اللي خمم فيها هو طاليس انت اللي كتبتي الخواسر ياك الوغ شنو هما الخواسر هما هادو الخواسر الخواسر هما واحد القبيله عايشين في واحد واحد الوقت ما عرفنا قبيله ما متورخاش ما عارفينش زعما اش من قرن ولا اش من واش اللغه ديالهم باش يهضروا عندهم لغه سبيسيال فوالا هما واحد سته الناس ما كانت عندهم لا دار لا دوار ومن بعد شراو واحد القبيله خسروا رزقهم كامل باش يشريوا هذاك الشيء علاش سموها قبيله الخواسر حيت مقدم تشريال ومن بعد داروا كاستينغ باش يعزلوا الناس اللي غادي يسكنوا في القبيله وتبدا الاحداث ديال القبيله كل نهار تهضر عليهم بلان مع وكاين شخصيات كاينين دي بيرسوناج اللي كاينين بيان سور كاين سيد القوم اللي هو غاني هو زعما تحيه لغاني سلام غاني وكاين المساعدين ديالو ثلاثه اللي فيهم انا وسعيد مسكير وياسين غلفان وكاينه زوجة سيد القوم اللي هي سميه وكاينه الزوجه ديال نمرود اللي هو انا ياسمين بونجور ياسمين اللي غادي غنتحرش بها في واحد الحلقه نعم سيدو على هادشي غادي نخرج لك اخويا مو غادي نخرج لك ديك الساعه غادي نعاود لكم على سعيد مسكر كيفاش داير اول مره تمشي اول مره تمثل سعيد لا مثلت فات ليا مثلت ولكن ماشي في الكوميدي لا كوميدي حاجه اخرى عاوتاني كوميدي بالموستاش لا صدق في الكوميدي لا تسيف لا تسيف ما والو سيد القوم السلام عليكم اهلا اهلا سيد القوم شوف ساقول لك عيد ميلاد سعيد يا صاحبي شكرا لك شكرا لك شكرا لك يا انا لن اسالك كم عمرك ولكن ساقولها لانني عندي النمر تاع الاكارت ناسيونال افرشو يا غاني افرشو والله توحشت القبيله كلها والله العظيم القبيله كلها توحشتني وزعما انا كنقول لكم بانك غنجيب لكم الكرواسات الصباح ولكن راه عفتوني خليتينا بالجوع غاني راه درت اللازم لا غاني راه لا 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 غادي شكون اخويا انا عطيت لكم مومو وي غني غني عطيني قول لي سبب واحد باش خاص كل شيء يتفرج في الخواسر في رمضان سبب واحد اللي خاص يتفرج الانسان في الخواسر هذا رمضان سهاد اللي فيه كلها اللي خدمات بواحد الطريقه يعني مقلبها يعني كل شيء خدم داك الشيء رفيع على ساميه سعيد مسكير ياسين طاليس يعني الناس يعني في غير النهار الناس اللي خدموا كتبوا ويعني وسهروا على هذا العمل هذا وامير بيان سور رواني اللي فهمتي شتو كيتعلق فوق ما عمرني غنسى شتو كيتعلق فوق لي بوا يعني هذه بقى لي ذكرى وزعما الناس اللي خدموا عبد الرافيع وكل شيء فهمتي كل شيء خدم داك الشيء رفيع اللي ماكياج كل شيء كان مانيفيك وحاجه علاشكم تذكروا تفرجوا لانه مومو معنا واحد الحلقه لا شوف جوج حلقات جوج حلقات مي غني
كنتي توب انت، كنتي واعر بزاف، كنتي بجد كان واعر تخاف البيرسوناج ديالك. لا لا كنتي واعر، كنتي واعر هاد سيف بيرسوناج، كنتي واعر بزاف. شكرا لك اغالي اخويا، شتيك تا اون بلان سيونس فوتو. بسلام عليك اخويا، ميرسي بوكو. عاش بروك اخويا، يلاه دابا راك سعيد. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو. كلشي معنا هاد الصباح بتسولهم، عيطوا 0 35 300 300 05 33 300 300. يا سابع قريور، يا سعيد بوسكير، يا امير. نعم بلاشي التعيطه، كاش متعيطه التعيطه اللي غعيطوا بلاشي بلاشي. واش فابور واش غيخلصونا من الناس معايا شي اللغه كي دايره انت مالك انت؟ لا مهمه، انا نشتغل عليك. شو عيطوا بلاشي الايت غاديو هذا الصباح اليوم، عملوا الرباخه في التعيط. لا لا اخوانك، احنا العام كامل اللي كيعيطوا لنا كناخذوا نمره التليفون ديالهم وكنعاود نعيطوا عليهم. ماشي ديما، لا دائما صح، دائما. عمرك عيطتي انت؟ عمرك خسرتي على شي حاجه؟ ياك انا كنعاود نعيطوا عليك وحيت انا ستار سي نورم. هو القصة دوك عرفناها مع طاريس، انت اللي كتبتي مثلتي مثلتي هذاك، وكاين دي بيرسوناج. كتبتي كيما كتبتي بوحدي، كتبت معايا ليكيب، ياسين غلفان وياسمين هما اللي كتبوا معايا. واحد الحاجة مهمة خصكم تعرفوا على الخواسير، وانه اللغة اللي غادي تستعمل هي لغة جديدة، ولغة معروفة كنسمعوها في الزنقة بيناتنا كنهضروا. بحال مثلا كتقول مثلا ساكتريزوكا، اللي هي ديريك سيكاتريس وكيف العربية. دوك هذه اللغة اللي غادي تستعمل هي شنو هي؟ واش دارجة منطوقة باللغة العربية، ولا اللغة العربية منطوقة بالدارجة؟ هي انا خلي امير يجاوب أمير. السؤال وامير على امير انت نولي في غلطه، السؤال الصعيب واللي فيه غلطه وزيد امير. يلا سير امير، امير رواني دونك انت مخرج ديال مخرج ديال ديال السيت كوم كابسول. لا كابسول، كابسول قال لك كابسول، انت اللي درتي لا كابسول مع حسن الفد مع الكوب كي تي اون ريسيت لي سا مارش. ايدور لوغير ديالها نفس لوغير في دوزيام ياك غدوز في رمضان، نفس لوغير ديال الكوبل هو لوغير ديال يس. وبجوجهم بسبب هذا السيد هذا، بجوجهم بسبب بصوت طاليس. حيت كل مره تيعيط لي تقول لي امير اجي قرا 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 هذه اللعيبه، وقول لي تنقرا تنقول لي مزيانه. ديما سيتي في الكوبل سيتي نفس الحاجه، ودابا عاوتاني سيتي نفس الحاجه. فاش عطاني قريت شفت لي الخواسر، علاش قال لك خلينا نجاوبو؟ حيت انا قلت ليه، قلت ليه راه واعره بزاف. علاش؟ حيت فيها الدارجه شكلها، الدارجه شكلها، يعني خدا الدارجه دار لها الشكل واخا، وتتولي حاجه اخرى. زعما مثال، مثال ساقلب على من اجيب سبتي. نقلب على من اجيب سبتي، وطيح الروح. الدارجه من الشكل تيولي عندها معنى اخر. الشده في السده رابت عليه الدج، تجاوزه فعزلي. هذيك كاينه بعد التيزر ياك، شفناها في كفازه. دونك دابا اي جمله بالدارجه خليتيها شكلتيها هذا تولي لغه الخواسر. سي بون سا، دونك سي الدارجه بشكلها. يا الدارجه بشكلها، دونك ما تقولوش انه راه كيعيبوا على الدارجه ولا على العربيه. لا بغيت نقول شوف مزيان ملي قلتي هذه القضيه، حيت حنا ما تنقصوش من اللغه العربيه، ما تنستهزئوش منها، ما تنطيحوش اللغه العربيه عندها المكانه ديالها وعندها القيمه ديالها، وحتى واحد ما غادي يقيسها. حنا شدينا الدارجه باش نضحكوا، يعني حنا درنا هادشي كامل في واحد ما يسمى بواحد القالب، قالب اللي هو البارودية، كيسمى بفن البارودية، ويعني ان ستيل ديكالي تماما باش الناس ما يعيبوش علينا. تماما تماما، كاين ان جونغ، كاين جونغ هو البارودية باش نخرجوا. راه تخدات تخدموا القوانين ديال اللغه العربيه شويه، يعني تحطوا على الدارجه. هادشي اللي كاين باش نضحكوا، ما كاينش التحريف. وشوف انا ديما تنقولها، الابداع ما عندوش حدود. نهار تيوليو عند الابداع حدود، راه تنوليو في مشكله. ما خصناش نضحكوا بهذه، ما خصناش نديروا هذه. فاحنا طاليس، حنا واحد القبيله راه سميتنا الخواسير، اللي جديده، اللي عندنا واحد اللغه ديالنا، ما عارفينناش فين وهذاك الشيء. هذه هي اللغه ديالنا الخواسير. ما كاينش الوقت وما كاينش الزمان وما كاينش المكان. واخا غادي نسمعوا هذا الصباح لي زيكستريم من الخواسير. لماذا لا تدر لي وجهك الغرب؟ أحببتك. أنت في عار الله، لا تتهاوش وجمع لنقك. عرفيني وقف الرجل. اصبر فلا ذنب على صلاح. من يكون صلاح؟ أخي كلاص عليه ولا يقبل بلبس المدرع. الخواسر في رمضان على التلفزيون. تسعود الليل، تسعود معاش
سعود بيلا 21 21 راه كاين واحد الاغنيه ديال جينيريك فوالا مي هي اغنيه كامله ما عندناش علاش ما عندناش اغنيه عندنا غير علاش 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 مفاجاه المفاجاه هي ساميه لا سيربريز غتعطيني الموسيقى نعطيك الموسيقى كفرناها عاونوني الدراري بغينا بغيتو الاغنيه صافي بغينا اغنيه قول الاغنيه المنتج يتحمل المسؤوليه ديالو وطلق الاغنيه ما عنديش نيوتي نطلق الاغنيه صافي افون بروميير تشدها ما كان سمعها حتى واحد واخا ما سمعت انت سبعه الصباح حيت اغنيه كتشبه لابو الحروف غرين دايزا النمر المقنع فوالا بزاف ديال المامو هذه اغنيه مازال ما سمعت حتى شي واحد واخا تخصوني تشكلي على الصباح حصريا غتاخذها تخي تخي بها راه سبعه دابا شويه دبر علينا لا شونسون ايل ريزوم الخواسر البيرسوناج ديال الخواسر هذا العزيز مشكره اللي كيهضر فهمتي دوك كيفاش مشكره كيهضر كلشي كيسكت بعدا اللي سوي خلصوا ولا مازال خلصوا مازال 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 اضرب مازال هذا عار الخواسر في خطر هذا عار في خطر هذا عار هذا عار الخواسر في خطر واش هو البروديكتور ما نزلش حتى عند الميكرو الميكرو تيطلع عندنا كاينه شوف دير لي النقابه اول مره وامر تورناج بروديكتور تيجي مع 6 الصباح وتمشي مع 10 الليل بحال كلشي زوين اللي زوين هو ابار انه مثل هو السيد نهار كنا نديرو روبيراج حافظ سيناريو دو ا زد تيقول لي هنا نصوروا ديك اللقطه فاش يقول لي كذا وتتقول لي كذا بمعنى عارف راسو شنو تيبرودوي زيد وتعلم التمثيل تعلم الاخراج تعلم الصون العام الجاي نديرو بلا برافو عليك بلا امير الروايه ليكيب كانوا غنسمعو دابا شويه دوك غنسمعو صافي غنسمعو دابا شويه وليكسكلوز سي بون هاد الصباح كي راه شيماء زهر معكم هاد الصباح وليكيب خواسر شيماء صباح خير صباح النور مومو صافا لاباس عليك بخير بخير الحمد لله مومو جوال زانيفرسير ميرسي بوكو من كازا الغابة شكرا شكرا لك سولي ليكيب كاملة شكون سولي السؤال ليكيب كامل قولي وي انا بغيت نسول بعدا جو فيليسيت كاع ليكيب على هذا العمل اللي كنتسناوه بفارغ الصبر في رمضان وبغيت نسول كاع ليكيب ما عرفتش طاليس بويسكو طاليس هو اللي كاتب بون غنسول طاليس طاليس واش ما كتما هذا لو سيناريو اللي مكتوب حنا متعودين على ديك الدارجة لي فرونسي دابا الدارجه واللغه العربيه مشكله باللغه العربيه سبا با بوزي ان بروبليم بور لو بوبليك ماروكان زعما غيتقبلها غي ما درتيش شي ايتود دو مارشي ابري لونسي هاد ليميسيون قول دو مارشي بعد زعما سولتي الناس واش غيعجبهم الحال ما يعجبوش الحال واش يقدروا شوف حنا الفن هو مغامره ديما خصك تحاول تجيب الجديد وتغامر ما وانا ديما تنخدم بواحد المنطق هو ما تنديرش الاعمال ولا تنرضي الخاطر للجمهور انا تنحاول ديما ندير شي حاجه اللي تانسبيريني انا وخاص الجمهور ياخذ الوقت باش يفكر فيها ويتقبلها وكذا دونك قبل كنهضروا عجيب بحال تقولوا ما شو درتوا كاع راه شوف راه بخير راه الضحك شوف 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 حنا دابا عندنا اسمعني اسمعني انا مزوق فيك عندنا دابا راه عندنا واحد ستريس خايب ليكيب كلها وحق الله شدنا واحد الخلعه خايبه حيت حنا خايفين من ردة الفعل ديال الجمهور واش غيفهموا هذا الشيء واش غيتقبلوه تفضلي اسامي انا اللي بغيت نقول ما كايناش شي واحد في الاسره المغربيه ماشي واحد نهار كان في السطح كيلعب وما هضرش بهذه اللغه هذه اتحدى ايا كان انه شبر اللغه العربيه وشبر الدارجه وبدا كيشكلها وكيضحك بها مع الحانوت وفي الحومه ومع يماه ومع باب عادي جدا انا متاكد بان الناس متى تكون شي حاجه مخدومه من القلب ومعطيها الخاطر والوقت غادي تعجبهم صافي غادي ندير واحد شو عندكم الشونتيو هذا الصباح ياسمين واش مفكره شي ريبليك ديالك في في الخواسر قولي هنا وحده مفكره شي وحده اللي قالها لي طاليس اللي تنشرني اي تكيسي على لاغوب تكيسي على لاغوب طاليس يلا باز شي ريبليك ريبليك من الخواسر لور تفكر دير تيقول لي يجب ان نربح هذه التورنو وتنقول له غني التورنو لا تربح بالقر والسكر امير انا واحد اللي كانت تعجبني كنت ندير عليهم في التورنا فاش يبسلو الفريع الفريع هو سعيد بوسكير غادي تفكروا الدك الدتش الدتش يا العزيز عليا شده في السده رابت عليه الدتش جاء وجهه فوق الزليج الساميه قلت قبل انا واحله في روحي وقلب على ما الاجبه سباتي هذه كتعجبني لا جيت فكرت لا ريبليك ديالي اللي درت معها قول لي انت ريبليك
شي انا خصي يقولوا لي قول لي يلا قول 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 نسينا بان الله قول 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 لي لا ماشي الله يتمم هذا ولكن انت تسيفتي انت لعبتي على مومو واحد المستاج هذاك المستاج كامل ديالك انا راه غيبليك ليا جيتي بحال استيريكس علاش متكلتي جوج حلقات والوغ كو جيتي على حلقه جميل الحال اول حاجه دبر عليا جميل الحال شوف هو كان ماشي بحاله وما يقولوا اجي باقي واحد هذا ويقول انا غادي نبقى هو كان غير باقي واحد لا لا انا ما بغيتش نقول لكم انه عزني في واحد البيت ودبر عليا والله غير بليك اللي كان تفكرت مزيان اذا تفكرت انا كنت خايف من حاجه واحده في التمثيل كنت خايف ما بقاش عاقل على التكست قلت لكم كامل ولكن بعد قلت الوغ سي بون عندنا الوغ كاين في الابيزود اللي غادي نتحرش به سمين دوك اقول لها اوه انك قرطاسه لقد ساليتي معي لقد ساليتي معي اعطيني رقبه هاي الشيء في كيلو هي تقول لك على ماذا تقلب على ماذا تقلب وانت اش تقول لها نسيت وقلبوا على رقمي وقلبوا على رقمي هاتفيكي ياك ولقيتي ولا مازال صافي واش غادي نديروا ليبيزود كله غادي نكملوا ليبيزود كامل لا كاب سو غادي فروم دال سور دوزيام سي الخواسر معنا الصباح توت ليكيب غادي نسمعوا اكستريم الاغنيه الصباح غادي نسمعوا ولا ما نسمعوش اكستريم الاغنيه فين هو عطيني الاكستريم كاين ولا ما كاينش فين هو سوا الاكستريم الاغنيه فين خصنا ندخلوا السي دي فين درتوا لنا هادشي نتوما فين هي هادي ماشي كلاس تخوي انا هو اللي عندي انايا وغنسمعوا هاد الصباح على ايت راديو من دابا شويه سونيك سو بروميير فوا سي لو جينيريك اجي الاخر السيزون اجي فيان عرفتي باش كيجلسوا فاس معايا بحال غيتيري كورنير دونك فين هو شبال بيجي في التوناج فين هي الو شنو تي بار كاتيجوري شنو تاع هضره ساعه لا راه عزدين خدام على عزدين خدام عليها دوك مازال ما تصوبش تخي بيان ميرسي فوني مو فوار كو سا سرا في واحد القضيه مهمه الله يرحمك حيت بدات التسميه ديال بينجي ومني بدات بينجي دوك تفكرنا كاع ليكيب اللي خدمات في هذا البروجي هذا واللي مازال خدامه لدابا في هذه اللحظه اللي حنا تنهضروا هنا في الراديو فوالا بغينا واليوم بينجي ما ناعسش فوالا نشكروا بينجي وعبد الرافي وزكريا المونتاج قولوا لي الا نسيت شي واحد اخر ياسين يس بيان سور عبد الواحد زعما الا جيتي تجبد التسميه ضروري تنسى شي واحد المهم خاصك هو اللي كان زوين في هذه لا سيري وهو ما كانش هذا تيدير هذه كان واحد العائله تجمعوا في واحد البلاصه وتقاتلوا كاملين باش يخرجوا هذا البرودوي ما كانش هذا لا وراء المخرج ولا هذا هو اللي كاتب ولا هذا راه ممثل ولا سامي اقريو سوبر ستار ياك سوبر ستار كومان قلتي لي قولها كلشي التعاون كلشي باش يعطيو حاجه مزيانه هو راه سانت تشالنج دوك سانت تشالنج سان دي في ليكيب كامله غنسمعوا الصباح الاول مره جينيريك ديال الخواسي اللي غتسمعوا بزاف في رمضان برافو سيرسي تور اكسكلو لو جينيريك ديال الخواسر اللي غتشوفوا في رمضان سور دوزيام مع عاد سعود ميرسي بوكو ا توت ليكيب شكرا لكم بزاف اللي جيتو شفنا هذا الصباح ان شاء الله يكون خير يكون فوالا يا بوكو عليك سواج قاز 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 هذا العيد ميلاد بصح جوايوز اني جاتو مومو جوايوز اني شبار شبار يا مومو
سحوليا يا مومو عجبتني لا 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 عجبتني تلول قول تلول عيدو 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 هذيك الحلوة دالميكا دالميكا سيبوبلي سيبوبلي خاصو العزيز خاصو يشكر واحد الناس اللي مشكرة فوالا مشكرة لأنه هو بعدا خاصنا نشكره هو الأول لأنه تاق في البرودوي وفي البروجي مني فهمتيني فوالا شاف البيلوت وقال لك أنا غادي نبرودويزي هذا الشيء والحمد لله احنا وصلنا للنتيجة فينال دونك شكرا للعزيز العزيز راه بغى يقول تو يشكر الناس ديالو Moi tout d'abord je voudrais remercier les Oui. Ouais. Donc Fatem Zahra qui a eu l'idée parce qu'on pensait toujours où est-ce qu'on allait tourner. Je voudrais la remercier pour l'idée. Ouais. Et puis bien sûr toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Voilà. Merci à toi et merci à tout le monde. Merci beaucoup. ما خليتيش ناكل الحلوى الحلوى اكزاكتلي ميرسي بوكو توت ليكيب ميرسي ساميه واش مبروكه رمضان مبارك سعيد ميرسي سعيد مسكين البرنامج انا سي برنامج ما عرفناش واش غدا كاينه ما كاينش الا كان المهم نمشي بحالك انا نعوضك ما عندي حتى مشكل رمضان اه صافي مشكل 6 الصباح في رمضان عطيني السؤال 6 الصباح رمضان تجي مو ما تفيقي بوحده في المغرب فراسك ديري لا ماتينا توت ساعه هي عيط لختك ما كاين حتى مشكل ميرسي توت ليكيب ميرسي بوكو ميرسي شكرا لكاع اللي ما عرفناش واش غدا احنا معاكم ولا لا مي الا كان ما كانش حنا معاكم اش قالوا قولي جمعه ولا قالوا خميس اش قالوا قالوا خميس قالوا غدا قالوا خميس سي كونفيرمي العام اللي فات انت عيدنا العام اللي فات الحد انت انت السمراء انت السمراء السمراء الحد العام اللي فات الجمعه العام اللي فات الجمعه ولا الحد السمراء مع كل شيء مع السعوديه معهم كاملين لا 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 عيدنا معاهم العيد عاقلي ياك العيد عاقلي العيد انت عيد لا حتى العيد ما عيدناش معاهم فوق ما جا رمضان خير ما كاين مشكل واش مبروك الجميع شكرا لكاع اللي قالوا لي بون انيفيرسير اي كي مون سوتي اي شو تري كونتون حيت قدرت العام نحتفل معكم بالعيد ميلاد ديالي امومو انا راه ديما حاضر معاك في عيد ميلاد ويجي لي حلوه عليك ديما حاضر معاك في عيد ميلاد كوراج الخواسر ان شاء الله بوكو خواسر انا رايحين في الشيء تشربي شي حاجه كازاتي ميرسي ا توت ليكيب اختي خويا تابونا فلاش اليوتيوب شكرا وبارطاجي الفيديو الا بغيتي شكرا تابونا شكرا لكم شكرا